نريد أن نؤكد ما قلناه في مناطق أخرى إننا نعمل بكل حيدة وبكل شفافية وبكل صدق وبكل أمانة وبكل موضوعية. بهذا الفهم جئنا إلى سوريا كل سوريا. سوريا حكومة، سوريا المعارضة، سوريا المسيحية، سوريا المسلمة، كل سوريا من كل أطيافها وإثنياتها وجماعات ومكونات الثقافية والاجتماعية. حصل بعض الحساسيات بين الأهالي، ولكن الأمور حلت والآن اتجهوا جميعا إلى الحل الأمثل وهو حل الوطن أولا. رؤساء القطع العسكرية، رؤساء القطع العسكرية المعروفين بالبلد وتجاوبوا وعطونا فرصة وسحبوا الجيش اللي كان موجود وهذا سحبوا مقابل انه راحت المظاهر المسلحة من البلد. خلص شو عندك شو غير الزيوت اخذ عندك؟ احسن الوقت ما يسرحش يا حبيبي. عماد وينو عماد؟ بس قدامنا فكيكم بس خليكم في البيوت، خلي السيارات. لا شوفوا ابو علاء بقول لك جماعه أهلا بالعرب يا سيدي، شفنا جاي. أهلا وسهلا.